إن أردت أن يحفظ سرك فلماذا لا تحفظه أنت؟ لا تفشي سرا ما استطعت إلى امرئ يفشي إليك سرائرا يستودع فكما تراه بسر غيرك صانعا فكذا بسرك لا محالة يصنع. لا تفشي سرا ما استطعت إلى امرئ يفشي إليك سرائرا يستودع كما تراه بسر غيرك صانعا فكذا بسرك لا محالة يصنع. لا تفشي سرا ما استطعت إلى امرئ